لو متعود ان الخنفسه الغلبانه بتاعتنا دايما تستسلم وتسيبك تعمل فيها اللي عايزه، احب احذرها لو قابلت في يوم الخنفسه القاذفه البومباردير بيتل، وده لانها حرفيا مجهزه بامكانيات تخليها تصنع قنبله وتحذفها عليه. اول ما الخنفسه القاذفه بتحس بالخطر بيحصل جواها تفاعل كيميائي بيخليها تقذف من فتحه صغيره في مؤخره جسمها سائل ومعاه غازات بتوصل درجه حرارتها ل 100 درجه سيليزيه. السائل ده بيعمل تهيج شديد جدا في اغشيه العين والجهاز التنفسي وبيقتل المفترسين الطبيعيين للخنفسه. رغم تعقيد التفاعل الكيميائي ده الا ان الخنفسه بتقدر تخلصه في اقل من جزء من الثانيه، وهي عارفه كويس جدا ازاي تحمي نفسها منه لان الفتحه اللي بيخرج منها السائل متحركه وبتعرف ازاي تنشن على فريستها بدقه كبيره. جوه جسم الخنفسه هنلاقي غدتين بيصنعوا مادتين هما الهيدروجين بيروكسيد والهيدروكينون، والاثنين بيفضلوا متخزنين في غرفتين معزولين عن بعض. اول ما تحس بخطر بتضغط الخنفسه الغرفتين ويروحوا لغرفه ثالثه اسمها غرفه الانفجار، وعن طريق عامل محفز الاثنين بيندمجوا مع بعض في تفاعل طارد للحراره، عشان كده بيطلع السائل بيغلي. والضغط الشديد اللي بيتولد من التفاعل بيعفي الخنفسه من انها تبذل اي مجهود عشان يخرج باندفاع شديد، كل ما عليها انها توجه فتحه مؤخره في اتجاه عدوها وبس، ودي واحده من اعجب الحيل الموجوده في الكائنات الحية.